التفاؤل في عالم الدعوة إلى الله تعالى إنه شيء عظيم نحتاجه اليوم، مهما ضاقت السبل وتعددت أساليب أعداء الإسلام، فإن هذا التفاؤل الداعية يكسبه قوة وأملا وزيادة عمل واستمرار فيه. ونتذكر قصص الأنبياء، وعرفنا جانبا من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهكذا تفاؤل الدعاة والمصلحين والعلماء على كر العصور والدهور. وإذا نظرنا يا إخوان إلى حال هذه الجزيرة في أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان جالسا عند شيخ محمد حياة السندي في المسجد النبوي في المدينة، وجاء ناس يستغيثون استغاثة شركية عند القبر النبوي، فسأل الشيخ محمد حياة السندي تلميذ محمد عبد الوهاب رحمه الله: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: لكن من يقوم لهم؟ كلمات دفعت في نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله البدء في العمل. الجزيرة يهيمن عليها أضرحة شركية وأنواع من الانحرافات وتفرق الناس واقتتال بين العرب، فقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله. ولنتأمل، الإمام محمد بن سعود في الدرعية في ذلك المكان المحصور، الدرعية كم كانت يعني؟ قرية صغيرة. معه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المسؤولية الكبيرة ما هي المهمة؟ نشر التوحيد في الجزيرة واستعادة التوحيد مرة أخرى وإعادة الناس إلى التوحيد. صعبة جدا، قبائل ما الذي يوحدها؟ بدع شركيات منتشرة، ما الذي يزيلها؟ يعني المهمة ثقيلة، ومع ذلك قام الإمامان بالعمل مجهود وراء مجهود. وتابع في تربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأولاد الإمام فقاموا من بعده، قام من بعد الإمام محمد بن سعود قام من بعده أولاده، وانتشر التوحيد في الجزيرة ونجحت المهمة وقام للإسلام في هذا المكان العظيم كيان جدد الله به الدين وأعاد به إلى هذا الدين صفاءه ونقاءه، وخلصه مما كان في الجاهلية ومما حصل بعد ذلك في هذه الأرض من أنواع الانحرافات، فطهرت بحمد الله تعالى. ولا زلنا نحن الآن في هذه البلاد نستفيد من تلك الدعوة المباركة وآثارها، ولا زال الناس الآن يعيشون على خير عظيم من عمل ذينك المصلحين المجددين في عالم الدعوة والجهاد، الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد مسعود رحمه الله تعالى. إذن القضية يعني قضية التفاؤل أمامك واقع، أنت أيها الداعية تحتاج إلى عمل كثير، أمامك واقع. السرغسي رحمه الله الفقيه الحنفي الكبير المعروف كان محبوسا في بير، ولكن كان عنده تفاؤل بأن فقهه الذي كتبه سينتشر. ترى في كتب كثيرة نحن الآن يعني تطبع طبعات كثيرة، متى رأت النور؟ بعد موت أصحابها، ما كان أصلا متأملين أن الكتب هذه ستنشر. والآن أنت تتخيل أن النووي رحمه الله كان يعني يتصور أيضا كم نسخة من رياض الصالحين سيطبع في العالم؟ كم نسخة من رياض الصالحين تطبع في العالم؟ لا يأسه إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. الداعية دائما متفائل ولذلك فهو دائما يعمل، والحمد لله أن هناك نتائج مهما اشتدت الأمور. الآن يا أخوان يقولون الهجوم على نبينا والاستهزاء والرسومات وفعل وقال وسوى، الآن الذي قال على فيلم عن القرآن الكريم وهجوم متوالي ونشرت الصحيفة وبعدين 17 صحيفة. نقول لكن سبحان الله، مهما طعنوا فيه زاد انتشار دينه،
مهما وقعوا فيه زاد حب استطلاع العالم لمعرفة سيرته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتزداد ترجمات معاني المصحف القرآن انتشارا في العالم وباللغات وإقبال الناس ومواقع الإنترنت تشهد زعاما، وكذلك تكثر الأسئلة منهم والقراءة والدخول في الإسلام، والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا ينصر رسوله، ونحن الآن نرى بشائر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل من الآثار الإيجابية للجريمة التي حصلت في قضية الرسومات. نحن نرى أن الرفعة والدين والنصر والتمكين أنه كائن لهذه الأمة، ونتفائل بأشياء كثيرة. إذا قال واحد يعني أنت متفائل أكثر من اللازم، ليش؟ بالعكس، الأمور فيها سوء كبير وفيها انحصار وفيها هيمنة للمنكر نقول لا. أنت شوف، لو ضاقت من جهة ترى تنفرج من جهات، ترى لو ضاقت في حالة تنفرج في حالات. ازداد عدد المسلمين في السنوات الخمس الماضية زيادة عظيمة في العالم، صارت نسبتهم في أهل الأرض أكثر من 23%، ويظهر أن تعداد المسلمين بحسب بعض الذين يدرسون أحوالهم قد بلغ 1.6 مليار مسلم. وكذلك فإن المزيد قادم، وإحصاءاتهم تقول أن عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول من حيث العدد على مستوى العالم. في الهند وحدها، وهو بلد سكانه 1.15 مليار مسلم، في ميانمار بورما سابقا 8 ملايين مسلم، في الصين 50 مليونا، ويتوقع أن يصل العدد إلى 100 مليون بعد سنوات يخافون كثيرا من انتشار الإسلام في أوروبا. المسلمون متوزعون في أنحاء العالم في كل القارات. في بلغاريا 2.5 مليون مسلم، في البرازيل 1.5 مليون مسلم، في فرنسا ما بين 5 إلى 6 مليون مسلم. ولذلك فهم احتاروا في قضية كيفية تذويب المسلمين، وقام أحد القساوسة بإحراق نفسه احتجاجا على انتشار الإسلام في بلده. في سنة 4000 شخص تحول الإسلام في ألمانيا. عدد المسلمين في أمريكا يصل إلى 8 ملايين تقريبا، ويعتنق الإسلام سنويا 25,000 في بريطانيا، و40,000 من البلجيك أشهروا إسلامهم في الأعوام القليلة الماضية. نحن نتفائل، ولماذا لا نتفائل؟ في النمسا 400,000 مسلم. نحن لا نتفائل، ولماذا لا نتفائل؟ والجاليات عندنا، الجاليات الآن، مكاتب دعوة الجاليات كم تنتج من المسلمين الجدد؟